نتابع ماذا ما قالته الصحافة الفلسطينية عن هذا الموضوع وكيف تتبعت قضاياها الداخلية، وهل تعول ما زالت على غضب في الشارع في يوم الجمعة الثاني من أيام الغضب. وتوقع بعد قليل أن تكون ساعات قاسية فيها مواجهات. نتابع العناوين. نبدأ محورنا من وكالة وفا الفلسطينية، حيث نقلت عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبورديني رفضه التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض والتي اتهمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعرقلة عملية السلام. وفي وكالة معا الفلسطينية، فقد استعرضت العليا الإسرائيلية تقر بعدم وجود صلاحيات لاحتجاز جثامين الشهداء. أما وكالة وطن للأنباء فتحدثت عن تقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي، حيث اعتبر أن حركة حماس تعزز جهوزيتها حيال عدوان إسرائيلي محتمل على قطاع غزة. وليبرمان يقول أن تل أبيب مستعدة لأي سيناريو في ظل حالة التصعيد الشعبية بعد قرار ترامب، وذلك بحسب صحيفة الصنارة. وفي موقع بكرة استعرض هنية سنكمل المصالح وسنسقط قرار ترامب وثلاث مسارات للانتفاضة. إذن كما رأينا بالذات الصحافة الفلسطينية تعول على انتفاض وعلى غضب، وتهتم كثيرا ما لم تهتم به الصحافة الإسرائيلية نفسها، إذ أنها أبرزت عناوين تقول بأن هنالك جهوزية في قطاع غزة لمواجهات، وبأن هنالك تصريحات من قبل وزير الأمن أفيغدور ليبرمان تقول بأنهم جاهزون لأي سيناريو في التصعيد، الأمر الذي لم تعره اهتمام لا الصحافة الإسرائيلية ولا حتى الصحافة الأجنبية ولا حتى الصحافة العالمية، فقط الصحافة الفلسطينية المحلية هي من رأت بهذا الموضوع مركزي ومهم. زكريا، كل مرة نتنياهو يقترب من تحقيقات ومن ورطات نراه يفتعل قصص مختلفة، وحقيقة نجح هذه المرة أيضا بإخراج العناوين عن الشبهات التي تحوم حوله وعن زوجته وعن مقربين منه لينتقل إلى عناوين أخرى. هل نتنياهو معني في مواجهة لأجل هذا الموضوع برأيك، أم أن إسرائيل كما تحلل الأغلبية غير معنية بمواجهة، وهي تريد الهدوء لكي تنتقل إلى المرحلة التي تليها ولا تريد لهذا الإعلام بالذات أن يحرجها ويحرج أمريكا؟ شوف، إسرائيل اليوم مش معنية في يعني خوض حرب، لأنه بتعرف أنت أنه الحرب يعني تعرف أنت كيف بتبدأ، بس ما حدا بيعرف كيف تتطور ولا حدا بيعرف كيف تنتهي. نفس يعني نفس الأمر اللي بتنتهجه اليوم حماس. حماس أعلنت يعني أو إسماعيل هنية أعلن جاهزية. أعلن جاهزية وأعلن كمان يعني بحاول يعني يحفز الشعب على انتفاضة، على إنه يقوم في انتفاضة. من ناحية تانية هو بقدرش يعني حماس ما بتقدر يعني توقف مكتوفة الأيدي، خصوصاً أنها تعرضت لضربتين أو ثلاثة بالفترة الأخيرة، ضربة الأنفاق. فمشوف إنه اليوم بطلت تستنكر عملية إطلاق الصواريخ، فهذا يعني رد، خلينا نقول رد ضعيف أو محاولة لرمي الكرة باتجاه إسرائيل لكي يعني تدخل إسرائيل، تقحم إسرائيل في حرب إسرائيل لا تريدها لأنها لا تعرف نتائجها. تعرف كمان أنت إنه إيران قائد سرايا القدس في الحرس الثوري الإيراني، أنا مستعد لأي مساعدة إن أردت، يعني كمان تعهد إنه يقدم كل مساعدة لحماس إذا فاتت في مواجهة مع إسرائيل. ناحية تانية أنا بعرف كمان إنه إيران موجود اليوم في سوريا، أنا بعرف إنه حزب الله كمان رغم إنه يعني لا يرغب في الحرب ولكن قد يجر إلى حرب في حالات تأزم الأوضاع هون. لحد الساعة يعني ما في مبين انه طرف معني في انه يعني ممكن يحقق مكاسب من حرب. وزي ما حكيت لك انه الحرب لا تعرف نتائجها كمان طبعا، اذا وقعت كما يعني تفضلت كيف نبدا ولكن لا نعرف كيف ننتهي. الاستاذ الصحفي زكريا حسن من صحيفة حديثنا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه والتعقيبات على بعض الاخبار التي كانت عالميا عربيا محليا وفلسطينيا. ورأينا بأن الإعلام الفلسطيني يرى بأن الشارع ما زال يغلي وينتظر يوم الجمعة والغضب، ويتوقع بأن تكون هنالك مواجهات أعنف، بينما الإعلام العالمي تحدث عن بعض التصريحات وبعض البيانات. الإعلام الإسرائيلي تقريبا بدأ يخرج من الصورة في موضوع القدس عاصمة لإسرائيل، وإلا في ما تنوي تركيا أن تقوم به.
والإعلام العربي يتحدث بصوتين، الصوت الأول ما زال يتحدث بلهجة التنديد وتحليل البيانات، ومن جهة أخرى يتحدث بأن إذا تغير الحال سنطبع مع إسرائيل وسنبني علاقات سلام، وهذا ما يريدونه، هذا هو حال الإعلام. ونرى الفرق واضح بين أنواع الإعلام المختلفة وكيف أن السرب الفلسطيني يغرد بطريقة مختلفة تماما عن باقي وسائل الإعلام. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مترو الصحافة، إلى اللقاء، نراكم على خير.